عسلامة ومرحبا بكم. اليوم مش عم مع بعضنا على غوسات نتاع لي براونيز ساهلين وبنين يهبلوا حاسيلو ان شاء الله جربوا. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire la recette de brownies délicieux et facile à faire. Le brownies interne نستحقوا 200 غرام شوكولاتة كحلة. خديتها 70% كاكاو. نقصوها هكا على طروف باش نذوبوها مع 100 غرام زبده. حطيت زبده حيوانيه مش مارغرين. والشوكولاته هذه نحيت منها شويه هاكم كما تشوفوا هكا طريف بركه جوست باش نحطها من بعد من الفوق معناها. وخديت معاها رشه ملح ورشه باهيه نتاع بيكربونات و خمسة مغارف متاع ماكلة زيت نباتي عليهم 150 غرام فرينة و 130 غرام سكر معاهم 3 كعبات عظم و 1 فاني. إذا كان معكمش الفاني هذه مش مشكلة تنجمو تعملو روح الفاني ولا حتى سكر فاني مش حتى مشكلة. تو باش نمشي نحط الشوكولاتة تذوب دقيقة ولا دقيقتين حاسيلو يردو بينا ما نحرقوهاش في الميكرووند. نحطوها تذوب دقيقة وبعد نمدو نشوفوها معناها ما كانش على الباماري في الفوق كسرونة تغلي بالماء ونذوبوها بشوي بشوي إذا كان معكمش ميكرون. تو بعد ما خرجنا الشوكولاتة من الميكرون هاي كذيبة نبدأ نحركوها بشوية ولوست هكاكا حتى لين تجي نسكنها مع بعضها. بيان سور الروسيت هذه تنجمو تحطو معاها نوازيت زوزة لوز الفاكهة اللي تحبوا عليها الكل تنجمو تحطوها مع معناتها في وسط الخليط. بون اليوم مش عملها من غير حتى شيء يمكن نزينها شوية من فوق من بعد بشوية نوازيت ومش نزينها بشوية شوكولاتة اللي خليتها متاع 200 غرام ونزيدوا عليهم الزيت. هلا ونحطوهم يبردوا على الجيرة لطن لين نعملوا لوتر بريباراسيون. نبدأ خلطه في العظم حطوا معه السكر ولا. أنا عملت سكر غلاس يعني سكر اللي كيما الفرينة دونك إذا كان ما عندكمش تنجمو تعملوا السكر العادي مي ذوبوه مليح مليح باش ما يقعدش لي غرين نتاعو الكعابر هذوكم يلزمهم يذوبوا الكل. نقعدو نخدمو فيه حتى لين الكولور نتاعها تولي عاطية على الابيض. تجمو راهو العملية هذي تعملوها بالركاضة الكهربائية معناها تخلطوها بالباتور الكتريك باش بيضوها مليح. نزيدو عليه الشوكولاتة فوالا وخاكلو بيان هبطو كلها. حركوها مليح مليح خلي الكل يدخل في بعضه. في الوقت هذا رانا قريب نكمله دونك نجم نحطو الفور يسخن على 180 درجة باش نطيبوها مدة تقريب 25 دقيقة هكاك. تو باش نكملو نحطو لها اكل بيكربونات والملح بيكربونات يعطيها خفة هكا و ليجيرتي بنينة.
وتاو باش نجمو نزيدوها الفرينه. الفرينه كاين تحبو تنجمو تغربلوها كما شفتوا الفرينه غربلتها. نبداو نخلطو بشويه باش كلو يدخل في بعضو. وتاو نجمو نزيدو جوست بعد ما خلطو تاو نجمو نزيدو اذا كان تحب تحطو فيكيا كما قلت لكم نوازيت ولا زوزة. هو النوازيت والزوزة تجيبنا برشا في البغونيز. دونك على كيفكم ما كانش تعملو ناتور كيما تحبو. خلطو مليح مليح باش ما تقعدليش حتى طرف فرينه كعابر ولا حاجه. وفي الوقت هذايا خديت المول نتاعي وعملته بالزبده وما الاحسن معناها تعملوها مول هكا كاري مربع. اذا كان ما عندكمش ميسالش نجم تعملو مدور مي بون جوست هو البرونيس من احسن نبدا المول مربع مي تنجمو تعملو بلي عندكم سي با ان بروبليم. من اليوم كيما شفتو باش نولي نعمل لي روسيت نتاعي نحكي بالعربي وخاطر فما برشا قالو لي طويل شوية ونفهمو بالعربي وبالفرنسي دونك سا نو في ان بو لون. دونك اسمه مارتين دونك باش نولي نحكي بالعربي ونكتب بالفرنسي. إن شاء الله يعجبكم عاد هكا خير. فوالا دونك هكا الخليط نتاعي جاي كما تشوفوا. وتوا باش نصبوه في المول نتاعنا بيان سور اون سيدي avec la maryse. ناخذ لا maryse خاطر هي باش تصب الخليط كل بالبهي. Voilà, je vais le mettre bien à la genève. Et là, je vais le mettre avec le chocolat que j'ai laissé. Bien partout. هاكا زينتو هكا شوية بالنوازات جوست على جنب برك. وتو باش نحطو في الفور. وهذا البراونيز نتاعي حضر نحكيكمش على الريحة. خليوه يبرد مليح مليح قبل ما نقصو. هذا البراونيز نتاعي كيفاش جاي من داخل تشوفوا جاي فيه بن عالمية ما نحكي لكمش. فريمون نحبكم تجربوها راهي سهلة ما فيها حتى شيء. كان شوكولاتة بيان سور ذابت شوية. حسيلو بنة بنة روعة 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 جاي ما نحكي لكمش. لازمكم فريمون تجربوه. دونك قعدت نطيب فيه 25 دقيقة ما أكثرش. معناتها يسمو مازال ناقص شوية دوبليج هكا من الداخل. فريمون روعة معناها. فوالا دونك هذا هو البرونيز نتاعي ان شاء الله تجربوه وان شاء الله يعجبكم. و بيانتو ا تري فيت في فيديو جديدة.
وما تنسونيش بالجيمات وباللي بتي كومنتير voilà, ça fait toujours plaisir. Voilà, mon brownies est prêt. Vraiment, il est délicieux. Je vous invite vraiment à le faire. C'est un régal. Et voilà, notre recette est terminée. N'oubliez pas les petits j'aime et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore.